أسعد الله أوقاتكم وتقبل الله صيامكم وقيامكم. وحياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج ديوان الصحافة، اللي من خلاله نقوم بقراءة أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء. صحف الثلاثاء ركزت على الإشادة النيابية بكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي دعا فيها إلى التلاحم ونبذ التفرقة. هذه الإشادة كانت تقريبا محط اهتمام كل الصحف وكانت منشيت في أكثر من صحيفة. أما الخبر الثاني ركزت عليه الصحف وهو اجتماع مجلس الوزراء الذي اعتمد طلب لإحالة النظام الانتخابي إلى المحكمة الدستورية، وبانتظار البت في هذه يعني اللغط الكبير الذي حدث من قبل أيام من خلال المحكمة الدستورية. هذه تقريبا أهم خبرين موجودين في الصحف المحلية الصادرة ليوم الثلاثاء، وهناك أخبار أخرى متفرغة راح نشوفها معكم أثناء قراءة الصحف اللي راح نروح لها الحين. ونبدأ في جريدة الشاهد. جريدة الشاهد اليوم ركزت على تصريحات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي قال أننا بحكمة حضرة صاحب سمو أمير البلاد سنتعدى جميع الصعاب وسنتخطاها بكل أريحية. العنوان الرئيسي في جريدة الشاهد: غادرون بحكمة الأمير على تجاوز الصعاب. هذا العنوان الرئيسي في جريدة الشاهد، مؤكدا أنه لن يبتعد عن تحمل المسؤولية حتى لو ترك الكرسي البرلماني. الشؤون لا صحة لمنحة تنموية للمواطنين في أكتوبر، نفت ما نشر على لسان الوزيرة دشتي. بن جامع: الأغلبية تبحث عن أمجاد ومواقفها متناقضة وتسعى لهدم البلد، تدخلوا بشؤون الدول وهددوا السفراء بالقتل. نواب: للأمير لك الأمر وعلينا الولاء والوفاء، أشادوا بكلمة سموه التي دعا فيها إلى التلاحم ونبذ التفرقة. الفضل صاخرا: هل سنرى وثيقة رمضان في العيد؟ الأغلبية تخشى تقليص الأصوات فيخسرون. سحب مرسوم حل مجلس 2009 وانتخابات 2012، مجلس الأمن الوطني برئاسة سمو ولي العهد. سفارة الفاتيكان: لم ننتقل إلى البحرين، نفت ما ذكرته بعض وسائل الإعلام. هذه تقريبا أعزائي المشاهدين أبرز عناوين جريدة الشاهد اللي ركزت على تصريحات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي. نذهب إلى جريدة عالم اليوم، وجريدة عالم اليوم تركز على اجتماع مجلس الوزراء. العنوان الرئيسي في جريدة عالم اليوم: اعتماد الطعن الكلي في الدوائر. هذا العنوان الرئيسي في جريدة عالم اليوم. مجلس الوزراء طالب الدستورية بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الانتخاب. حريصون على صيانة إرادة الأمة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة. ملتزمون بشكل كامل بأحكام الدستور نصا وروحا تحصينا للنظام الانتخابي. الخرافي: لا جدوى من معاودة الدعوة لجلسات أخرى في مجلس 2009، لن أبتعد عن تحمل مسؤولياتي حتى وإن ابتعدت عن الكرسي. هايف: كيف فات على أغلبية 2009 عدم عدالة الدوائر الخمسة. الصواق: الحكومة تتحمل مسؤولية إقحام القضاء بأعمال السلطة التشريعية. الأوقاف: المساجد جاهزة لاستقبال ليلة الغدر. إجازة العيد حتى الثلاثاء. وأحمد مشعل الأحمد رئيسا لجهاز متابعة الأداء الحكومي وترقية الديحاني إلى عقيد. الإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الفطر السعيد. والخبر الأخير في جريدة عالم اليوم: رفع الحظر عن استيراد الواردات الغذائية من اليابان. هذه تقريبا أبرز عناوين جريدة عالم اليوم. مثل ما شفتوا أعزائي المشاهدين، كان تركيز جريدة عالم اليوم على الطعن الحكومي في النظام الانتخابي الحالي. نذهب إلى جريدة الصباح، وجريدة الصباح اليوم تركز على الإشادات النيابية بكلمة حضرة صاحب السمو. العنوان الرئيسي في جريدة الصباح: الكلمة السامية ترسيخ للوحدة ووقف الفوضى وأنصاف للقضاء. هذا العنوان الرئيسي في جريدة الصباح. ترحيب نيابي وأكاديمي وشعبي كبير بالمضامين التي اشتمل عليها خطاب العشر الأواخر. القيادة السياسية جددت تحذيرها لمثيري الفتنة بأنهم لن يفلتوا من سيف القانون. الرسالة واضحة تماما بأن العبث بالنسيج الوطني خط أحمر سيتم إيقاف مقترفيه عند حدودهم.
التنمية الكويتية باتت ضحية الصراعات بين الكتل والأحزاب، وأن للشعب وآن للشعب أن يسترد المبادرة في هذا المجال. الأمير وصل إلى السعودية للمشاركة في قمة مكة. مجلس الوزراء أغر طلب الطعن في قانون الدوائر الانتخابية. اعتمد 3/21 الجاري عطلة للوزارات والمؤسسات الحكومية تضاف لإجازة العيد. اللجوء للمحكمة الدستورية نابع من حرص الحكومة على تكريس مبادئ الدولة القانونية. نسعى لتحقيق نظام ديمقراطي يعبر تعبيرا صادقا عن إرادة الأمة، وأسلوب انتخابي يضمن المساواة وتكافؤ الفرص. تعيين أحمد المشعل رئيسا لجهاز متابعة الأداء الحكومي. هذه تقريبا أبرز عناوين جريدة الصباح ليوم الثلاثاء. مثل ما شفتوا كان تركيز جريدة الصباح على الإشادة النيابية والسياسية بكلمة حضرة صاحب السمو يعني بمناسبة العشر الأواخر. نذهب إلى جريدة النهار، وجريدة النهار عنوانها الرئيسي يعني مركز على اجتماع مجلس الوزراء. العنوان الرئيسي الطعن في الخمسة إلى الدستورية غدا، هذا العنوان الرئيسي في جريدة النهار. في المادتين الأولى والثانية من القانون ومجلس الوزراء يؤكد اعتزازه بالقضاء. شيوخ الغباء المستاءون من حدث والشعبي ويحذرونهم من استغلال الشباب. الخرافي لا جدوى من معاودة الدعوة لعقد جلسات أخرى. الصبيح مديرا لهيئة الصناعة والملة للرعاية السكنية. أحمد مشعل الأحمد رئيسا لجهاز متابعة الأداء الحكومي. ترقية الديحاني إلى عقيد تقديرا لإنجازه الأولمبي. عطلة العيد حتى الثلاثاء. والخبر الأخير في جريدة النهار، النزيف السوري يهيمن على قمة مكة الإسلامية، سمو الأمير يترأس وفد الكويت. هذه تقريبا أبرز عناوين جريدة النهار ليوم الثلاثاء. ونذهب معكم الآن إلى جريدة الأنباء، وجريدة الأنباء عنوانها الرئيسي يقول الحكومة الطعن في الدوائر والتصويت، هذا العنوان الرئيسي في جريدة الأنباء. مجلس الوزراء طلب من الفتوى إيداع الطلب بالمحكمة الدستورية غدا. مشادة حول جسر جابر بين الترسية والإلغاء. 220 مليون دينار لإنشاء مستشفى الجهرة. وزير الصحة للأنباء 48 ساعة للانتهاء من لائحة العلاج بالخارج الجديدة وأعلانها بعد العيد مباشرة. والخبر الأخير في جريدة الأنباء، عطلة العيد 4 أيام والأربعاء والخميس دوام. هذه تقريبا أعزائي المشاهدين أبرز عناوين جريدة الأنباء. هذا كل ما جاء في صحفنا المحلية، ومثل ما شفتوا كان التركيز كبير على اجتماع مجلس الوزراء الذي أحال طلب الفتوى التشريعي إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية النظام دوائر الخمسة. إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تكونوا قضيتم معنا وقت ممتع، وإلى اللقاء في حلقات قادمة، ومع السلامة.